أما سؤالك عن هذا الدعاء، اللهم ارزقني مثلا سيارة أو شيئا من أمور الدنيا قبل شهر، الذي يظهر لي أنه لا بأس بذلك. لما؟ لأن عمر رضي الله عنه دعا كما عند البخاري فخصص مكانا، وهذا الدعاء تخصيص بزمن، قال اللهم اجعل موتي في بلد رسولك، هو حدد المكان. ولذلك عند الطبراني قال عبد الله بن جحش في غزوة أحد: اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا أقاتله. قال الهيثم في المجمع رجاله وجل الصحيح. فلا بأس بذلك، مع أن الأفضل ترك ذلك ويترك الوقت ويجعل الخيار فيما اختاره الله عز وجل.